تيجي حتى الباب عاود سد. بمناسبة عيد الاستقلال، هذه المناسبة العزيزة على المغاربة كلها، كنت واجد اليوم في ملعب الأبي جيجو بيتارودانت من أجل مبادرة مهمة قم بها مكتب اتحاد تارودانت و مكتب جمعية قدماء اتحاد تارودانت بالتنسيق مع المجلس البلدي. هذه المبادرة الهدف منها والغايات منها هي عملية انتقاء لاعبين ديال الفئة الصغرى. انتم كتشوفوا تقريبا ما يزيد على تقريبا 120 ل 130 صغير حسب مختلف الاعمار ديالهم. وبالمناسبة لابد من تقدموا بالشكر للاباء والامهات ديالهم اللي وضعوا الثقة في اتحاد تارودانت. اظن انه من بالاهداف ديال الاتفاقيه اللي كانت سبق توقعنا مع شركه جي بي اس الاماراتيه هو العنايه بالفئه الناشئه والاطفال الصغار هكذا. واليوم ها حنا بدينا في الخطه الاولى، واظن ان اتحاد تارودانت وقدماء خداو على العاتق ديالهم اعاده تصحيح مسار فريق اتحاد تارودانت والرياضه بصفه عامه في تارودانت. فنهني انفسنا بهذه المبادره وهذه البدايه، وكنتمناو للوصل باش ان شاء الله نكونوا على حسن الظن من طرف الجميع وشكرا. حنا اليوم كنتواجدوا واحد اللقاء اللي هو ديال الفئات الصغرى. اولا باسم فريق اتحاد تارودانت وقدماء لاعبي اتحاد تارودانت وبمؤازره من البلديه، اولا نقدم لكم نفسي انا احمد الحمداوي الملقب بطوبه لاعب سابق اتحاد تارودانت واحد اعضاء قدماء جمعية قدماء اتحاد تارودانت. الهدف من هذا اليوم هذا اللقاء هذا ان حاولنا نجمعوا واحد العدد ديال الفئات الصغرى ديال الاحياء وديال المناطق اللي ما منضويه تحت اي فريق، على اساس نعطيهم فرصه ونحاولوا نستقطبوا هذا الشباب والدراري الصغار وخاصه الفئات الصغرى اللي هي مهمشه وكتلعب غير في الاحياء. وهذا هذه كبدايه يعني اللي غادي نبداو بها هذا العمل هذا، ونشوفوا نقبوا ونشوفوا اللعابه ونشوفوا الوليدات ونعطيهم هذه الفرصه باش حتى هما يجيو يمارسوا في جو يعني مزيان فمريح فمنظم تحت اشراف اخوان اللي هما المؤطرين التابعين لجمعيه فريق اتحاد قدماء اتحاد تارودانت والاداريين كذلك. وتنشكروا الجميع، تنشكروا الاباء، وكنشكروا واحد العدد كاع الناس اللي ساهموا معنا في هذا اللقاء، وتنتمناو يزيد لقدام ونوفروا لهاد الشباب فضاءات واجواء فين يعطيو ما ممكن يعطيوه لهذه المدينه السعيده. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا الجميع على هذه المبادره التي تنحصر في يعني في اطار واحد المجموعه ديال العمليات الانشطه الرياضيه في داخل مدينه تارودانت. تجلى هذه الانشطه في يعني في خصوصا في القاعده ديال الاطفال، خصوصا الشباب الصغار. اذا احنا كلجنه تقنيه استطاع الهدف الاساسي منها هو يعني تطوير يعني الجانب المعرفي في اطار التقني للاخوان التقنيون الرياضيون في مدينه تارودانت. ولما لا فعندنا الحمد لله واحد المجموعه ديال الاطر التقنيه اللي يعني اكتسبوا التجربه، خصوصا تجربه ميدانيه كره القدم او فيما يخص التكوينات التي تقوم بها عصبه سوس لكره القدم. اذا احنا استطعنا في هذا الاطار باش نعيطوا يعني باش ندمجوا ونشاركوا جميع المؤطرين يعني اللي كاين في مدينه تارودانت للمشاركه كذلك في هذا الانتقاء بواسطه اعتمادا على مجموعه من المعايير ومجموعه من المقاييس التي يعني يكتسبونها، ثم كذلك واحد المجموعه ديال الانشطه الرياضيه. اذا كنتمنى ان هذا العرس الرياضي يعطينا النتيجه الايجابيه، وحنا في اطار هذا العمل كذلك نعرفوا بان اتحاد تارودانت مع شركه جي بي اس كتسعى في اطار هذا المنظور يعني باش نديروا
نديروا واحد الاكاديميه اللي ان شاء الله غيستافد منها اقليم تارودانت. وشكرا.